بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه
من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم. أحبتي الكرام، معنا الأستاذ الدكتور حسام صقر معلقا في دقيقة واحدة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا شيخ حسن، البداية بالاستعاذة ليس لها علاقة بالبسملة. الاستعاذة من طبقة صوت ومن نغم يشبه إلى حد ما نغم البسملة، لكن دي طبقة ودي طبقة. نعم الاستعاذة فعلا تشبه الترتيل بس. فعلا لذلك كل اللي بعد كده يعني ابتدينا بياتي وصفيناه بالشوري، مش عايز اتكلم في تحليل مقامات، لكن في حته معينه في المحاكاه، لانك بتحاكي نموذج احنا كلنا عارفينه طبعا، فضيله سيدنا الشيخ الشحات رحمه الله عليه، وهذه معضله. في ايه معينه لما نيجي نقولها من مقام الحسيني بترفعني للبياتي من درجه اقل من الجواب بدرجتين. فلذلك المشايخ دايما كانوا لما بيقروا منها البياتي كان بيبقى أحن على صوتهم ويهيأ للمستمع اللي بيقول منه جواب. فبدل ما حضرتك تقول منها الجواب اللي تقول منها البياتي، قلت منها الرصد، فجه من درجة أعلى من درجته الطبيعية، فبالتالي حصرت صوتك كله في الدائرة الصوتية الواحدة. خدنا بقى الرصد منها للنهواند، منها للهزام، ونرجع للنهواند تاني، ونرجع للهزام تاني، وهكذا. انا يعني كل اللي انا هقوله بس في الجمله دي ان انا هدي لك نموذج بصوتي اللي هي مثلا ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم. شكرا. واطلع للبياتي. شكرا دكتور حسام. يتبقى كلمة واحدة من الدكتور عبد الكريم يتكلم على الأحكام فقط. تلاوته رائعة وأداءه طيب وصوته رخيم، ولكن قواعد التجويد ناقصة حقيقة، يعني إدغامات ما بتجيبش الدرجتين. تمام. همزة أعوذ مش واضحة، يعني تكون محققة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي. الجفلات طبعا واحد. اذا نشكر لجنة التحكيم الدكتور عبد الكريم صالح، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الدكتور حسام صقر، ونلتقي بكم في حلقة الغد. وقبل ان اترككم احبتي الكرام، نشكر الصوت الحسن الذي كان معنا اليوم من مصر، حسن محمد حسن هيكل. جزاك الله خيرا. أراكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة مع متسابق جديد من متنافسي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني. أحييكم من هنا من مسجد الحسين بمحافظة بورسعيد، وحتى يحين اللقاء بكم غدا أترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم.